مساء الخير والمحبة لمن يطيب بهم المساء. اللهم اكتب لي ولمن يسمع أحرفي وكلماتي رضاك وعونك ونجواك، واكفنا عمن سواك، واجعل السعادة في قلوبنا، واشرح صدورنا، وأنرها بنورك يا ربنا، واكتب لنا من خيرك. مساكم الله بالخير والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا. بوريكم اليوم ازاي بعمل اجنحة الدجاج على طريقة المطاعم، زي اللي بناكلها برا. هي بتتعمل كمقبلات، بطعمها طبعا فظيع جدا. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. يلا نشوف المقادير والطريقة. معلقة دقيق، معلقة نشا، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة زبادي، عندي التوابل، بصل بودرة، توم بودرة، شطة حارة، عندي بابريكا، عندي أورجانو، عندي فلفل أسود، عندي بهارات مشكلة، يعني زي ما بتحبوا من أي نوع من البهارات بتحبوا تحطوا لها بيطلع طعمها حلو. عندي عصير طماطم، وعندي كمان عسل بحطه في النهاية. تابعوا معايا المقادير والطريقة. أول شيء معايا بنزل الطماطم، معايا الزبادي، بنزل كمان الدقيق والملح، كمان بنزل النشا، وهنزل باقي التوابل، الشطة والبصل البودر والثوم البودر والأورجانو والبابريكا والبهارات المشكلة. أقلبهم كلهم عشان يختلطوا. بنزل عليها الأجنحة، وبعدين بحطها في صينية بتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. كل ده هتبله بيها. هتبل كل الأجنحة بالطريقة دي. بخلطهم كلهم بوريكم كده. بعد ما تبلتهم كلهم وغلفتهم بالخلطة اللي أنا عملتها، بسيبهم في التلاجة لمدة ساعتين أو 3 ساعات، أو ممكن تحطيهم من بالليل كده. بعد ما طلعت الأجنحة من التلاجة، بعد ما سبتهم 3 ساعات، بطلعهم بحطهم في صينية فرن تكون طبعا ما بتلزقش. بحطه كله، بسم الله، بحطهم كلهم وبنزل عليهم كمان الخلطة دي. بيبقى بالشكل ده معايا في الصينية. بدخله الفرن على درجة حرارة 200، بقلبه من فوق ومن تحت. بعد النص ساعة بطلعه وبحطه في خلطة تانية بوريها لكم. وكده طلعت معايا أجنحة الدجاج من الفرن. بعد ما حطيتها نص ساعة قلبتها بس مرة، بغطيها بالصوص اللي أنا هعمله، اللي هو معايا عسل. هو المفروض تتغطى بصوص الباربيكيو، بيبقى حلو جدا معاها. طيب لو انا ما عنديش صوص الباربيكيو، ان شاء الله بعمله مره معاكم، بس انا هعمله كده على السريع. هو مش زي الصوص الباربيكيو، بس انا هعمله بطريقه تاني. معايا عسل ابيض، نص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه فلفل حار، ومعايا معلقه صغيره عصير ليمون، ومعلقه صغيره خل، ومعلقه كبيره زيت زيتون، ومعايا سمسم، معلقه كبيره من العسل. هحط عليها الخل والليمون، هحط عليها زيت الزيتون، معلقة كبيرة زيت زيتون، هحط عليها الفلفل الحار والبابريكا، وهقلبهم كويس. هيبقوا معايا بالشكل ده لحد لما كله يندمج مع بعضه. وهبدأ أحطه بعد ما عملت الصوص بالشكل ده كده، هبدأ أحطه على الدجاج، على أجنحة الدجاج، عليه كله. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم. الشكل ده كده هسويها بيها، عشان هدخلها من فوق ومن تحت، بس تقعد 10 دقايق، مش هتاخد وقت كبير. بدخلها وبوريكم لما تطلع إن شاء الله. قبل ما بدخلها الفرن بضيف عليها شوية سمسم، بيديلها طعم حلو جدا.
وشكلي كمان. يلا بينا على الفرن. وكده بعد ما طلعتها من الفرن بقدمتها بالشكل ده، بقدم معاها اي صوص انتوا بتحبوه، ممكن التومية، بتقدم كده في المطاعم، بتبقى طعمها لذيذ جدا، وتتقدم كمقبلات. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انزله. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.